السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه محمد العدوي. موضوع الفيديو بتاع النهارده هيكون عن الانجليش في الثانويه العامه، ازاي توصل لحد 50 من 50 في الانجليش. انا عاوزك في نهايه الفيديو ده تطلع بالزتونه، ايه الحاجه اللي هتعملها عشان توصلك ل 50 من 50 في الانجليش ان شاء الله، او اضعف الايمان توصل ل 49 من 50 في الانجليش. اولا كده عشان تقدر تمشي بشكل صح في الماده ديت، لازم تشيل من دماغك كل العقد النفسيه اللي عندك خصوص الانجليش. يعني مثلا انا مش بحب الانجليش، انسى النقطه دي. انا مش متاسس كويس اصلا في الانجليش، انسى النقطه دي. الماده ديت اصلا هي عقدتي في الحياه، وديت اللي هتضمن مستقبلي، وديت اللي مش هتخليني اوصل للكليه بتاعتي. انسى الكلام ده كله وتعامل مع الانجليش اكنك اول سنه بتدرس انجليش. انسى كل اللي فات واكنك اول سنه بتدرس الانجليش. اعتبر الماده ديت عامل مساعد بيوصلك للكليه اللي انت عاوز تدخلها. ما تتعاملش معاها على انها ماده صعبه وانت مش بتحبها، لا، اتعامل معاها على انها عامل مساعد. لو انا وصلت فيه لدرجه عاليه زي 49 او 50 من 50 هوصل للكليه اللي انا عاوزها. انا عاوز تتعامل مع الانجليش حاجه بتساعدك توصل للحلم بتاعك، مش حاجه عدو او حاجه مثلا واقفه في طريق مستقبلك او اي حاجه من الحاجات السلبيه دي. طيب المشكله اساسا يعني بادئه منين؟ المشكله بادئه من المدرسين بتوع الانجليش. اغلب المدرسين بتوع الانجليش في مصر ماشيين بسيستم غلط. ليه ماشيين بسيستم غلط؟ اغلبهم معتمد على المنهج بس. طب هو ايه الغلط في كده؟ لا، ما هو المنهج ده عليه قد ايه اصلا في امتحان الانجليش؟ لا، المنهج ده عليه في امتحان الانجليش 22 دايره بس من ال 50. طيب بقيه ال 50 دايره فين؟ في 28 دايره موجودين على حاجه اسمها سكيلز، وديت ملهاش منهج ثابت. يبقى المدرس طول السنه بيقعد 7 شهور او 8 شهور عمال يشتغل في ال 18 يونتس اللي عنده والثمان شبات القصه. يبدا يونت 1 كلمات جرامر، يونت 2 كلمات جرامر، يسهل من اليونت شويه بيدخل على الستوري ياخد شابتر 1 شابتر 2، يرجع بعد كده يونت 3 يونت 4 وهكذا. طول السنه شغال يونت وقصه يونت وقصه يتو، يعني طول السنه ماشي بالنظام ده. يقعد مثلا حوالي 7 شهور او 8 شهور، يجي بقى اخر شهرين يفتكر ان في حاجه اسمها سكيلز. السكيلز عليها 28 والمنهج عليه 22. طب ال 22 بتوع المنهج متقسمين ازاي؟ كل اليونتس اللي عندك ديت بالكلمات بالقواعد اللي فيها كل حاجه عليها 15 دايره، والثمان شبات بتوع القصه عليهم 7 دايرات، لو جمعتهم هيطلعوا لك 22. طب السكيلز؟ السكيلز عليها اكبر من المنهج نفسه، عليها 28 دايره. 28 دايره دول متوزعين ازاي؟ القطعه عليها 10 دايرات، وعندك البراف 7 دايرات، والدالوج 6 دايرات، والترجمه 5 دايرات. طيب مين اهم، المنهج ولا السكيلز؟ السكيلز. ليه؟ لان السكيلز عليها 28 والمنهج عليه 22. لان السكيلز ديت الحاجه اللي الناس بتشتكي منها بعد الامتحان. شوف اي فيديو موجود على اليوتيوب للناس طلبة خلصت امتحان الانجليش في السنين اللي فاتت، وشوف الناس بتشتكي من ايه. هتلاقي يقول لك قطعة، اللي بيقول لك الترجمة، اللي بيقول لك الباراجراف ما عرفتش اكتبه، اللي بيقول لك الديالوج ما مش فاهم يعني هو مين بيتكلم مين. كلهم بيشتكوا من السكيلز. مش هتلاقي حد بيطلع يقول لك اسئلة القصة كانت صعبة، ده اسئلة المنهج كانت صعبة في الجرامر مثلا او الكلمات. لا، كله بيشتكي من السكيلز لان كله ما تأسسش فيها بشكل صح، او بمعنى اصح ما اتدربش عليها بشكل اصح. ليه؟ لان بيجي اخر شهرين المدرس يقول لك تعالى بقى اعلمك سكيلز. هتعلمني سكيلز يعني ايه؟ يعني اقول لك القطعه اللي هي بتكون طويله وعليها 10 دايرات ب 10 اسئله، هقول لك تتعامل معاها ازاي. الكلمات اللي هتجيلك صعبه في القطعه وانت ما انتش عارف معناها، هعلمك ازاي تخمن السياق العام والمعنى العام بتاعها. هعلمك الترجمه اللي بتجيلك ازاي لو كلمه صعبه تستبدلها بكلمه بتؤدي نفس المعنى او باكسبريشن بيؤدي نفس المعنى. هعلمك ازاي تتخيل نفسك واحد من الاثنين اللي موجودين في الدالوج عشان تقدر تتوقع الاسئله او الاجوبه اللي ناقصه في الدالوج. هعلمك ازاي تكتب باراجراف 120 كلمه بشكل صح، يعني مقدمه كويسه، خاتمه كويسه، الاكسبريشن اللي انت بتستخدمها عشان تنتقل من جمله لجمله او من فقره لفقره تكون بشكل كويس. كل الكلام ده صعب جدا انك تتعلمه في اخر شهرين. طب ليه صعب؟ لان انت دماغك في اخر شهرين هتكون فيها 100 حاجه، دماغك مشغوله بحاجات في الفيزياء، في مسائل في الفيزياء لسه انت يعني مش عارف بتتحل ازاي، في معادلات في الكيمياء انت لسه ما ذاكرتهاش وعاوز تذاكرها قبل ما تدخل على المراجعه النهائيه بتاعت العربي، حاجات في الادب ناقصه، حاجات في النصوص، الناس مثلا اللي هم ادبي عندهم حاجات في التاريخ كل ما يذاكروها ينسوها، عندهم حاجات في الفلسفه، حاجات في علم النفس. فدماغك اخر شهرين بتكون متشتته في كذا حاجه وعاوز تلحق تجيب الحاجات اللي هي باقيه لك، اللي هي اساسا جزء اصلي من المناهج بتاعت المواد الثانيه. بالاضافه لان المدرسين في اخر شهرين بيضغطوا عليك جامد. تلاقي مدرس يقول لك ايه، عندك الحصه الجايه خمس امتحانات، لو انت ما جيتش حللهم ما تدخلش الحصه.
فانت اصلا اخر شهرين بتكون مضغوط بما فيه الكفايه، ما ينفعش في اخر شهرين انا اقول لك تعالى اعلمك كل السكيلز دي. حاجه كمان، السكيلز مش عاوزه يعني وقت طويل في انك تتعلم، لا هي عاوزه وقت طويل في انك تتدرب عليها. يعني اللي هيبدا يحل على الباراجراف مثلا من شهر واحد احسن طبعا من اللي هيبدا يحل باراجراف من شهر اربعه او من شهر خمسه. اللي هيبدا من شهر واحد ده هيكتب عدد كبير جدا من الباراجرافات، فبالتالي لما يدخل الامتحان هيكون متمكن من نفسه اكتر. اللي بيحل من شهر واحد سكيلز هيكون يعني الكلمات اللي قابلته في القطعه وفي التهاجم اعلى بكتير جدا من اللي بدا في شهر اربعه او في شهر خمسه، فقدرته على حل السكيلز في الامتحان هتكون عاليه. خلاصه الفيديو، عاوز توصل لدرجه زي 49 او 50 من 50 في الانجليش لازم تهتم بالسكيلز. ما تقلقش من ناحيه المنهج خالص، اليونتس والقصه ما فيش حاجه فيها بتجري صعبه، الناس كلها بتشتكي من السكيلز، فانت ابدا من دلوقتي ركز على السكيلز، ابتدي اتعلم الباراجراف، ابتدي اتعلم الترجمه، ابتدي اتعلم حل القطعه، ابتدي اتعلم الديالوج. الحاجات ديت هي اساس الامتحان وهي عصب الامتحان. اللي بيهتم بالسكيلز هو اللي بيدخل الامتحان وبيطلع منه مبسوط، هو اللي بيوصل ل 49 او 50 من 50. ممكن تلاقي واحد ملتزم جدا بالكلام بتاع المستوى في الدرس وصل في النهايه ان هو جاب 45، ليه؟ لان الشهرين اللي هو اتعود فيهم على السكيلز ما قدرش يستوعب كل المعلومات اللي المستر قالها له، وطبيعي لان هو كان مشغول في مواد تانية. فانت عاوز توصل ل 50 من 50 في الانجليش اهتم بالسكيلز، السكيلز عليها اكبر من المنهج نفسه. طيب هتعمل ايه؟ شوف مدرس يكون بيهتم بالسكيل بشكل يعني اسبوعي، يعني كل اسبوع مخصص مثلا حصه او جزء كبير من اي حصه من اللي بيديهم للسكيلز وبيحل عليه، مش مثلا يديك سكيلز ويقول لك حلها مع نفسك في البيت، لا لازم يحلها معاك ويفهمك الباراجراف بيتكتب ازاي والقطعه بتتحل ازاي والديالوج بنحله ازاي والتجربه بنحلها ازاي، لازم يعلمك الحاجات دي، مش يسيبك اخر شهرين ويقول لك ايه تعالى قولها لك. طيب ما لقيتش مثلا مستر في المنطقه بتاعتك، هيساعدك في النقطه دي، هتشوف اي كتاب خارجي موجود في اي مكتبه عندك، والكتاب ده يكون موجود فيه سكيلز كتير، يعني كاتبين ازاي تكتب باراجراف، كاتبين ازاي تحل الترجمه، كاتبين ازاي مثلا تتعامل في اسئله الديالوج، ويكون في نفس الوقت الكتاب الخارجي ده قبل ما تشتريه لازم يكون معاه نموذج اجابات للاسئله اللي موجوده فيه. مش معاه نموذج اجابات للاسئله اللي موجوده فيه ما تجيبوش، لانك كده خلاص مش هتستفاد منه. فالزيتونه بتاعت الفيديو السكيلز، اهتم بالسكيلز، عليها 28 درجه والمنهج 22 درجه. اظن كده الرساله وضحت، اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، نشوف فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.